لا حد يغشش. شوف هنا غش من اسم فيصل الدولي هناك عيونه تراوغ وده يقول ايه انتبه. يقول 300 سنه 309 400 سنه ها انتبهوا 500 نقطة لك تروح ولا تجي. فلاح بتغشك غلط ترى فلاح. عشان يخت احنا مرة ما عاد ياخذ. حلو. إذا جاوب سريع 300 فيصل. سريع يا محمد 300 300 و واحد يبغى يغش واضحة 300 و 9 إجابة للأسف. لا صحيحة. لا لا 309 ها 300 وتسعة 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 يا محمد لا تغشون خويكم غلط. انت اللي وترتنا. يلا لك ثلاث ثواني قرار اخير. ثلاثة 309 بس خلاص ثبت. خاصم على عبد الله العتيبي. ليش تغشه؟ لا احنا شجع والله يا والله يا خصم والله لا 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 دخل عبد الله العتيبي السجن عشان ما في خصم. والله تدخل السجن. لا لا وتحرم من العشاء. العشاء محروم منه. اذا بدخل السجن لازم ما يغشش. ما يغشش كذا يا رب في عشاء. هو يبي السجن يقول عادي بس دوري صحيح. لا 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 شباب التعذيب لعبد الله العتيبي. ليش يغشش يا الربع؟ افزعوا لو سمحتوا. خلي 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 سؤال ثاني. لم يتدخل خارجي. عقب العشاء ارجوكم خلوا ابو عبد الله عقب العشاء. حتى العشاء ممنوع. عقب العشاء لا 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 عقاب يا ملاحي. هذا اختبار لك. ازهله والله ما يطلع. داخل داخل الشبك هناك. لا لا ورا ورا المفتاح معكم. جيبوا المفتاح يدخل ورا. ابغى اشوف منى عيني اشوف خلف الحديد. اجلس 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 انا احب الملاقيين. الله يرحم والديكم. لا 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 تدخل ليش؟ تدخل هذا ورط مع ابو سلطان المره الاولى يوم فزع المن. فزع الفايز. لا الاخاذيب. سلطان سلطان اعطى مفتاح من الاعداد. خادم طير. ايه فزع له وكلها والحين فزع الخويه يقول مساعده انسانيه. نعم. طيب يقول هنا السؤال عيد لك. سؤال ثاني لا في تدخلات خارجيه وانا لا معك. طيب نعم اللي بيدخل بيروح السجن. السؤال يقول بعطيك سؤال صعب. اللي ودك بعد. يبي يحرجني. السؤال يقول ما شاء الله تبارك الله نظره يا مخرج على العشاء هو جاي في الطريق ما شاء الله تبارك الله عن طريق فريق الانتاج بيض الله وجيههم انتم لا تطيحون عشان الله يجزاكم خير. بالله ودي تروحون بصحم عند عبد الله العتيبي. تعال الاخير الاخير. تعال تعال عند السجن. راح عند عبد الله العتيبي اقهره. تعال راح السجن سجن اقهره وتعال خليه يشم بس رائحه العشاء. فك القص لا تعطيه صحن. لا ما تعطيه بس ابغى يشوف بعينه ينقهر. خله لين يدخل. ايه ايه عطنا يا مخرج عطنا عطنا الكاميرا عند عبد العتيبي داخل السجن. اجلس اجلس ابو عبد الاله دقيقه خلنا نكلم المدير يا ابو عبد الصحن يا ملاح. انا بالمسؤول هنا. ابو الصحن اقهروه افتح القصيره كذا قهروه تكفون. خليك معي افتح قصيره. يا ملاحي يا لبي ما شاء الله بالعافيه يا شيخ اسوق لك واظبط لك. وش طيب وين الإثار؟ فلاح 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 لا تعطيه شيء. الله لا يس. اي لا تعطيه شيء ترى بتروح معه. لا مش لا مشكله. يا حلو يا محمد. عبد الله تقدر يا مناحي تقدر تدفه. خلاص يا اخي ما اقدر. قهرته مسؤول ممنوع. عبد مناحي ترى مسؤوليتك. سكر السجن سكره وطفي المكيفات. يا رب حر يا ابو عبد الاله اقسم بالله تقول في ساعه. ما عليه ما عليه اللي يتلقب على اسئله الاخرين يستاهل. لا 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 تلقب على الاخرين تستاهل. عبد الله العتيبي يحرم من العشاء. يا خصم 200 نقطه يا حرمان من العشاء. وش تختار؟ 200 نقطه وتعشى يا رجال. خصم 200 نقطة ولا الحرمان العشاء؟ لا 200 نقطة والعشاء أغلى من 200 نقطة. بتعشى عنك يا عبد الله عنك. يلا يلا بالعافيه لكم بالعافيه. اكيد خلاص بالعافيه. بالعافيه بالعافيه. مفتاح السجن معك جبته؟ اعطونا يا كنترول مفتاح السجن. طلع عتيبي ذا اليوم انا احس اني ماني مرتاح له. يغش فلاح العاصمي في محله يعطيه كرك بارد للزباين ويغشش اخوياه في المسابقه. والله للاسف يا عبد الله. ابو عبد الاله ها انا ودي اذا تبرع المشاهدين 200 سهم لليتيم اني اطلع. لو يتبرعون لو يتبرعون ب 1000 سهم ما طلعت. ها؟ لو يتبرعون ب 1000 سهم ما طلعت اطلع. لا حول ولا قوة الا بالله. سكر مناح الباب لو سمحت. يلا بسم الله. سؤال اللي ما جاهم اسئلة عشان 500 نقطة. يلا بشكل سريع. محمد نسر عيدك فيصل حشر اللي ما سألته يجي. تركي لا لا انت سألتك. عبد الاله مناحي تعال. اللي ما سألته يلا. 1 2 3 نبدأ. كم دامت خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا محمد مسفر؟ خيارات
سنتين سبع سنوات ستة أشهر اللي ما سك الباب سنتين سبع سنوات أبو بكر على أساس إنك مرة قال يعني سنتين والله بعد سنتين وإجابة يا منيب صحيحة ولا خاطئة؟ أنا بغير فريق اليوم أنا بغير عبد الحربي تبادل تيجي مكان إجابة صحيحة و500 نقطة لمحمد مسفر. فيصل الدبالين السؤال يقول ما هي الهيجاء؟ هل هي السلم أم الحرب أم الطبل؟ هجاء الهيجاء الهيجاء أثارة الهيجاء أي حرب ترى بتلحق عبد الله العتيبي حرب حرب متأكد؟ نعم يقول الحرب يا منيب إجابة صحيحة ولا خاطئة؟ إجابة صحيحة و500 نقطة استاهل يا فيصل هنا حشر قال فهد من هو النبي الذي صام عن الكلام ثلاثة أيام موسى عيسى زكريا موسى وعيسى زكريا ها زكريا منيب وش يقول حطوا الصوت هنا ما أسمع صحيح إجابة صحيحة وتحية عبد الواحد السؤال لك يقول أول جبل وضع في الأرض هو جبل أحد أو القمة أو جبل أبي قيس أو قبي قيس في مكة أنا أعرف أبو قبي أبو قبيس صح؟ أروح سؤال ثاني عشان ما نجيب العيد إيه أوه والله جاك سؤال سهل طاحت عيني على سؤال سهل أنت عبد الواحد والله تستاهل السؤال السهل ولو أخطيت والله العظيم تروح مع عبد الله العتيبي أنا أعلمك أن درسناه في رابع ابتدائي بإذن الله من هو أكثر الصحابة رواية للحديث عبد الله العباس أبو هريرة أنس بن مالك أبو هريرة أبو هريرة وإجابة صحيحة تعالي ودعاني اللي ما سألته يجينا سريع 500 نقطة سجل كنترول عطنا مايك عبد محمد ودعاني تعال يا سلام يا سلام اللي ما سألته يا شباب يلا عشان سالم محمد اليوم عازمنا على العشاء الله يغنيه ويكثر خيره بيقلطنا على العشاء السؤال عند سيف الأكلوبي والسؤال يقول في أي سنة هجرية توفي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه 11 12 13 يومي وبيا رسول الله سهل 13 من الهجر 11 من الهجر 11 أنا قريتها غلط قرار أخير أنا كنت بشوف أنت محافظ ولا لا هو 11 تأكد أكيد الإجابة صحيحة يستاهل سيف الأكلوبي طيب السؤال لمن الآن إبراهيم عواد يا جماعة سيرتنا اليوم دينية شرعية إسلامية علشان إحنا وعيالنا نحفظ مثل هالأشياء فاحفظوها الله يحفظكم ولا ننسى وقف اليتيم تبع جمعية البر الخيرية بالجديدة ما بقي إلا 2500 متبرع أو متبرعة من 300 ريال ترى بعد العشاء أبشر الشباب نسجد شكر حتى قبل نغسل يدينا إن نكتمل هالمشروع لليتيم اللي في مكة المكرمة وضيفنا البارح رئيس الجمعية جانا وقلنا إن شاء الله بكرة بنفرحك زي ما فرحناك البارح بالأسهم اللي أنتم تبرعتم من خلالها طيب كانوا قبل ثلاثة أسابيع 25,000 شفت كيف 25,000 سهم قبل سنة والله والحين 2500 واحد بس نعم كل شيء سهل اليتامى بيروحون المتسابقين يبرحون المتسابقين مرتين بعد نفرح عز الله بيض الله وجهك طيب الآن السؤال يمين اللي ما جهز له إبراهيم عواد السؤال يقول من هو الصحابي اذا جاوبت اسمحوا لي اعطي 100 نقطه فوق ال 500 تحدي زين تحدي بس تحدي لاني 1000 خلها 1000 انت قاعد لا لا انا عندي 100 ما عندي 1000 من هو الصحابي الملقب بذي النور هل هو بذي النور بذي النور هل هو عثمان بن عفان الطفيل بن عمرو الدوسي ابو هريره النورين انا اللي عارف اسال رجال صحح لي الاختيارات ايش عثمان الطفيل بن عمرو الدوسي عثمان بن عفان ابو هريره رضي الله عنه محمد الودعاني والله لا لحقك عبد الله العتيبي بدون غش الطفيل حرمان عاشا لا لا والله انك قوي يا مناح عثمان بن عفان عثمان بن عفان واجابه خاطئه من يعطيني الجواب الصحيح وله ال100 زايده ذي الطفيل لا انا ما جاوبت ها سيف الاول ايش الخيارات الاولى ما في اول ما عندك ثقافه راح الطفيل 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 خلاص راحت عليك الطفيل عبد الدوسي اللي ما سالناه من سيف انا كبتي محمد الرجعاني
طيب ما الاسم الذي اطلق على الذين امنوا بعيسى عليه السلام؟ بدون صوت بالله هذا مسك هناك هذا جاي متحمس يبغى يغشش. غمض عيونه غمض عيونه ما بلك السيف والله احسبها لي سيف ابراهيم عواد لا انت الكاميرا مغطين عليها تعالوا كذا خله مو بعارف غمض عيونه غمض عيونه بده يشتغل لا ما غيرته ما اسم ما يلا سريع سريع ما الاسم الذي اطلق على الذين امنوا بعيسى عليه السلام؟ عبد الله ترى يثق فيك الحواريون الصحابه الابناء اجاوب عليه اجاوب عليه والله محمد والله تنسجت الحرم العشاء والله الحواريون اجابه صحيحه يلا من اللي ما سالنا عبد الله ما شاء الله تاريخ مواجد يلا يلا عشان في اي عام تم فرض فريضه الصيام؟ العام الاول من الهجره، الثاني من الهجره، الثالث من الهجره؟ عبد الله الثالث من الهجرة. الثالث من الهجرة وإجابة خاطئة للأسف. لا 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 مو على كيفك أنت. والله أنت شكلك تبغى يقطع مفطح. خلص بسرعة عشان العشاء. طيب ما هي الصورة يا محمد الودعاني التي تسمى بقلب القرآن الفاتحة البقرة ياسين؟ قلب القرآن. سريع 500 نقطة ولا لا؟ بقرة. البقرة وإجابة خاطئة. ياسين. ياسين. ناحي. ياسيني سألتك قبل شوي. لا والله ما سألت. صد؟ ما تبي تعطيني نقاط بس. ما من هي آخر؟ أنا ما أتمنى نقاط، أتمنى بسم الله السجن. بيض الله وجهك. الله عنك بطران. ما هي من هي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي توفيت؟ زينب بن جحش، عائشة، أم سلمة. ها بدون صوت. أنتم ما جاوبتوا. وش الخيارات؟ وش الخيارات؟ وش الخيارات؟ أنتم مسكم. زينب. عائشة، أم سلمة. لو سمحت. سم. أم سلمة وباسكنة هي غمزني عند أم سلمة خط. أسألك بالله إي والله والله لك 500 نقطة ولا تسجلها يلا رجال أمين أمين وثقة والله أنا نعز جانب الأمانة فيه والله نعز جانب الأمانة والله نكفو يقول روح يضحك اسجله غششني من ناحية رجال أمين نحسب الله حسيبه الله يجزاه خير ها والله أنت أدخل يلا عطوا الكاميرا عندهم خلنا نشوف بمسكه والله يخصم عليك والله طلع طلع نايف ثامر انت السبه يا شيخ من ما سالنا يلا 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 اللي ما سالنا مين لا سالتك خلاص في احد ما سالناه كلكم سالتوا ناصر بريك سالتك هلا جيتك طيب